الله أكبر عليك يا بشار، حي العرفي 1/10/2012. الله أكبر عليك، هذه الحفرة من صنع الطيران الحربي. الله أكبر عليك يا بشار. هنا كلية العلوم بجامعة الفرات. الله أكبر، القصف على أحياء المدينة مستمر، وهذه الحفرة داخل الحرم لكلية العلوم في جامعة الفرات. هذا مبنى الكلية، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا قذيفة أخرى نزلت بهذا المكان. مبنى الكلية، باحة الكلية، والقصف مستمر. مدرجات الجامعة والدمار الذي لحقه في الحرم الجامعي. الأشجار دمرت بالكامل واحترقت، حتى الشجر والحجر والبشر لم يسلم من بطش النظام شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار الأسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قصف مستمر إلى الآن منذ أكثر من 3 شهور، والمدينة تتعرض شتى أنواع القصف. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه القذيفة، الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر. القذيفة الثانية بنفس المكان، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلية العلوم جامعة الفرات بدير الزور. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشاهد الدخان يتصاعد في معظم أحياء المدينة. دير الزور العرفي والعمال 1/10/2012.